النهارده طبعا مباراه تحديد الفايز اللي هيلعب مباراه النهائي اللي هتكون برضو يوم الجمعه، والفريق اللي هيقابل الاهلي على الميداليه البرونزيه اوراوا ريدز في مواجهه المان سيتي. ويمكن مارسيل كولر مهتم بالمباراه، والنهارده هيكلف فريق من معاونيه لحضور المباراه من الملعب وكتابه التقرير. انا طبعا في ظني وفي تقديري انه اوراوا ريدز هو الاقرب لمواجهه الاهلي، فرصه تحقيق ميداليه برونزيه ثالثه للجيل ده ورابعه في تاريخ الاهلي ان شاء الله باذن الله مش بعيده، واعتقد هتكون مكافاه على الاداء المشرف الحقيقه والمظهر المحترم اللي ظهر به الفريق في البطوله دي. زميلي العزيز محمد ابو علي الناقد الرياضي معايا من جده، نتعرف على اخر تطورات الامور هناك و استعداد الفريق طبعا لمباراه المركز الثالث والرابع. يا محمد مساء الخير، الحمد لله على السلامه طبعا بدايه. مساء الخير يا استاذ احمد، الله يسلمك، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدي برنامج السادسه وقناه النادي الاهلي. يعني بدايه تحياتي واتمنى انك توصل الصوت، واتمنى انه جماهير الاهلي في جده تكون متابعينا، تحياتي لجماهير الاهلي العظيمه الحقيقه اللي حضرت سواء في مباراه اتحاد جده او في مباراه الفلومينينزي امبارح، لانه الحقيقه كان دور عظيم واحساسي ان احنا كاننا كنا بنلعب في القاهره مش في السعوديه. لا هو في البدايه طبعا يعني انت بتقول اتمنى يكون الناس متابعانا، انا عايز اقول لك ان انت جاي لك سلام كتير جدا من الناس هنا كلها، بعت لك السلام وبتحييك يعني على المجهود والزملاء طبعا في برنامج السادسه، فدي رساله خاصه في البدايه ليك من ناس كتيره قابلتني امبارح في الاستاد او قابلوني امبارح يعني او النهارده في مدينه جده. جمهور الاهلي ويمكن زي ما انت قلت يا احمد عامل حاله هنا عظيمه جدا من اول ما وصلنا جده، مباراه اتحاد جده ومباراه الامس، يعني لو ليهم بطل فهو جمهور النادي الاهلي. حقيقي. الناس كلها بتتكلم على المنظر الحضاري والشكل الجميل في المدرج المؤجره على مدار ال 90 دقيقه، حتى اخواتنا السعوديين هنا معجبين بطريقه التشجيع واللعيبه نفسها شكروا اللي عملوه في المباراتين اللي فاتوا يعني. طيب كلمني على طبعا مباراه امبارح، انا عارف طبعا انه اللعيبه كان حلمها تروح لبعيد، ومستوى الاداء اللي ظهروا بيه الحقيقه في مواجهه بطل امريكا الجنوبيه امبارح كان اكتر من رائع، بالتاكيد ده مأثر على المعنويات، ومهم البطوله لسه ما انتهتش والحلم لسه ما انتهاش، عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه على المركز الثالث والرابع، عايز اعرف ما بعد مباراه فلومينينزي وازاي بيستعد الفريق لمباراه الجمعه ان شاء الله. طيب هنحاول نتواصل مره ثانيه، للاسف الاتصال اتقطع مع الزميل محمد ابو علي، هنحاول نرجع له مره ثانيه. طيب على مستوى الاداء الجماعي والفردي ما تقدرش تمسك غلطه الحقيقه، يعني باستثناء زي ما قلت لحضراتكم امبارح كان في تسرع، كان في رغبه في تكرار سيناريو مباراه اتحاد جده. امبارح الحقيقه على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي بدايه من الشناوي الحقيقه العملاق، الشناوي في البطولات الكبيرة وفي المحافل الدولية كتب تاريخ عظيم الحقيقة، يحطه بكل سهولة مع أعظم من حرس المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية كلها مش بس في تاريخ النادي الأهلي. طب أبو علي رجع لنا مرة تانية، هرجع للعيبة عشان الحقيقة نجوم مباراة امبارح لازم ياخدوا حقهم. أبو علي كنت بكلمك على ما بعد المباراة، خسارة يمكن كنا الحقيقة الأقرب إحساس جماهير النادي الأهلي إنه العرض كان قوي جدا، كنا أكتر من ند وفي أوقات كثيرة جدا تفوقنا على فلومينينزي، لكن في النهاية النتيجة ما كانتش في مصلحتنا. يمكن اللي مزعل الناس هنا أو حالة الزعل جاية من إن هم شافوا اللعيبة عملوا مباراة كبيرة جدا خاصة في الشوط الأول، أضعنا فرص كتيرة جدا حتى بعد تلقي الفريق هدف في الدبسي تاو وطاهر وأكثر من لعيب ضيعوا فرص محققة كان ممكن الفريق من خلالها يرجع للمباراة. الناس كتيرة هنا يعني حتى اخواتنا السعوديين بيتكلموا ان الاهلي كان افضل في الشوط الاول وكان يستحق الفوز، وقالوا لولا سوء التوفيق وعدم احراز الاهداف كان الشكل اتغير خالص ونتيجه المباراه اتغيرت. الناس برضو اتكلموا على حكم المباراه وقالوا ان الحكم ظلم النادي الاهلي في ضربه جزاء مستحقه لمحمود عبد المنعم كهربا، لو كانت اتحسبت وكان الاهلي تقدم كان شكل المباراه اتغير خالص وكان المباراه ما كانتش هتطلع بالشكل ده. فيعني في حاله زعل، وتخيل ان النادي الاهلي وصل جماهيره دلوقتي ان هي بتزعل
لما ما بتوصلش فاينل كاس عالم قد ايه. لا برضو لا بس كده بتزعل لما بتخسر قدام بطل كوبا ليبرتادورس اللي هو طبيعي جدا ومنطقي جدا مع الفوارق والخبرات ومستوى المنافسه. انت بتنافس في قاره زي امريكا الجنوبيه، بالتاكيد مستوى المنافسه يختلف تماما عن بطوله افريقيا. بتتكلم على لعيبه اصحاب خبرات اغلبهم لعبوا في اكبر انديه العالم، قيمه تسويقيه في حته تانية خالص. فالفوارق على الورق ما كانتش موجوده في الملعب امبارح يا ابو علي. احنا حسينا امبارح الحقيقه انه الاهلي هو بطل امريكا الجنوبيه مش فلومينينزي. بالظبط، الناس اتكلموا ان الاهلي كان نت جامد، حتى الصحف البرازيليه اتكلمت الكلام ده وقال ان فلومينينزي يعني نجا من كابوس، يعني اتكلموا ان الاهلي كان حاطط كبير على فريق فلومينينزي وكانوا هم الاقرب في الشوط الاول لتحقيق الفوز. الناس برضو من ضمن الكلام اللي يعني او من ضمن الامور اللي مزعله الناس شويه ان شافوا فريق النادي الاهلي زي ما انت بتقول كده مد الفريق كبير، والفريق الكبير ده عامل حساب للاهلي بشكل قوي جدا، وده ظهر في الفرحه اللي ظهر فيها الفريق البرازيلي بعد المباراه. فضلوا اكثر من نص ساعه في الملعب بيحتفلوا مع جماهيرهم، وده ان دل ان المباراه كانت بالنسبه لهم حمل قوي على قلوبهم يعني زي ما بيقولوا، ويعني كان داير ان يطلعوا الهم ده كله في احتفالاتهم بعد المباراه. الناس اتكلمت كمان يا احمد على نظام البطوله الظالم اللي بيقولوا فيه ان الاهلي بذل مجهود كبير جدا قدام اتحاد جده، عمل مباراه كبيره، فريق فلومينينزي جه لعب على طول مباراه السيمي فاينال ما لعبش قبليها، جه هنا استريح واتمرن ونازل الفريق نازل فايق، عكس فريق الاهلي اللي لعبته اجهده وكان عنده بعض المشاكل البدنيه اللي ظهرت، خاصه زي ما قلت لك مباراه اتحاد جده كانت مباراه قويه جدا وخدت من تركيز لعيبه النادي الاهلي كتير. لكن مارسيل كولر النهارده عمل يمكن محاضره قبل المران اللي انطلق الساعه الخامسه واتكلم مع لعيبه وشكرهم على الاداء اللي قدموه، وقال لهم يعني فيما معناه خلاص احنا بنقفل صفحه فريق او ماتش فلومينينزي وبنركز على مباراه الثالث والرابع. تحقيق ميداليه برونزيه مش حاجه قليله، ده انجاز هيضاف ليكم ولتاريخكم، انتوا حققتوها قبل كده لكن جماهيركم مش هترضى الا بالميداليه البرونزيه. والراجل حفز اللعيبه وابتدوا بالفعل يعني يشتغلوا على المرحله اللي جايه. النهارده التدريب بدا، تدريبات استشفائيه للعيبه يمكن اللي شاركوا في المباراه، وبقيه اللعيبه اللي ما شاركوش عاملين تدريبات كامله، وان شاء الله الفريق يواصل يعني تدريباته بكره لمباراه الثالث والرابع. لعيبه النادي الاهلي كان ظاهر عليها برضه حاله من الحزن كده بسبب ضياع فوز زي ما قلت لك في المتناول. الناس كلها شافت انه كان في المتناول وكان قريب جدا من النادي الاهلي لولا سوء التوفيق والفرص اللي ضاعت من الفريق. طيب سكواد الاهلي كامل لمواجهه الجمعه ايا كان بقى هنواجه مين، السيتي ولا اوراوا ريدز؟ هو يمكن لحد دلوقتي ما فيش حاجه واضحه، بس اللي اعرفه ان الحمد لله اللعيبه كلها خارجه، ما فيش مشاكل خالص، ما فيش مشاكل على مستوى الاصابه او ما فيش حد اشتكى من اي حاجه. يمكن ما فيش حد خد انذار بيتهيألي الا مروان عطيه، ومروان عنده انذار واحد، بقيه اللعيبه الحمد لله جاهزين وما فيش مشكله، وباذن الله من هنا للجمعه يكون اللعيبه يعني استردوا مجهودهم البدني وعملوا استشفاء بشكل كويس ويكونوا جاهزين لمباراه تحديد المركز الثالث والرابع باذن الله. مودست غاب في المباراه دي طبعا نتيجه الايقاف، هل الايقاف هيترفع في ماتش الجمعه ولا هيستمر غياب انتوني مودست؟ لا مستمر غيابه، والايقاف ماتشين. الاهلي حاول يعني زي يقدم التماس كده للفيفا بسبب ان اللاعب اصلا ما كانش يستحق الطرد من وجهه نظر النادي الاهلي، لكن الناس رفضوا اللجنه المنظمه في كاس العالم واكدوا ان الطرد المباشر بيستوجب الايقاف مباراتين. فيما يتعلق بحكم امبارح عايز اسمع ردود الافعال، يعني احنا الحقيقه او انا شخصيا ما اقدرش اتكلم بصيغه الجمع يعني، لكن انا حسيت الحقيقه انه الحكم كان متحامل جدا على الاهلي مع انه حكم مفترض انه من حكام الصفوه. حتى في بعض الالعاب او اللعبات يعني المثيره للجدل سواء ضربه الجزاء اللي البعض وصفها بالوهميه لمارسيلو، ضربتين جزاء لكهربا، واحده في الشوط الاول وواحده في الشوط الثاني، حتى ما فكرش ان هو يرجع الفار. سيبك من لعبه تحتمل 50-50 ضربه جزاء او لا، لكن حتى ما يعني الفار لو الحكم ما شافهاش، طب الفار ما لفتش نظر الحكم ليها، طب تعالى بص عليها، ما شفناش تواجد للفار امبارح خالص. يعني انا زي ما قلت لك في بدايه المداخله بسيط، الناس هنا يعني كلها بتتكلم على مستوى التحكيم، كميه كعان وكميه عنف رهيب من بدايه المباراه، ضربه جزاء
يعني حتى لو افترضنا ان ضربه جزاء بيرسي تاو مع مارسيلو فيها وعليها يعني ممكن هي تمشي، لكن انا بتكلم على ان الاهلي كان ليه ضربه جزاء واضحه وصريحه. الراجل كهربا طالع على الكوره بيلعبها، الراجل داخل ملوش علاقه بالكوره خالص وداخل في جسم كهربا داخل منطقه الجزاء. الشوط الثاني نفس الكلام، في كوره فيها عرقله وفيها شك، ضرب بالكوع زيه بالظبط، كان مودست اتطرد وخد كارت احمر، هو بيطلع كارت اصفر للاعب فريق اللي على الشاشه دي. واحده من اللعبتين اللي كان فيهم شك. الحقيقه انا ما بقولش انها ضربه جزاء، بس انا اللي يعني اللي استفزني الحقيقه انه حتى الفار ما اتكلمش او ما لفتش النظر ان في احتكاك، في مخالفه ادت ل من لاعب فلومينينزي الكولومبي مش فاكر اسمه، براي تقريبا، في ظهر كهربا، وفي دفعه بقى شديده الوضوح والصراحه في الشوط الثاني بايديه الاثنين في داخل منطقه الجزاء، مدافع فلومينينزي بايديه الاثنين في ظهر كهربا. ازيدك من الشعر بيت، لعبه على الحقيقه، انت عارف لما لاعب بيخش ببطن رجله في تدخل عنيف على رجل اي لاعب في الملعب، دي لعبه ممكن تستوجب الطرد بداعي التهور. لكن اللعبه دي حصلت امبارح مرتين، مره من مارسيلو اعتقد مع محمد هاني، ومره من اعتقد اندري مع وش امام عاشور. دي لعبه مارسيلو بالظبط، داس على على كتفه مع رقبته، واعتقد خد وشه كمان معاه. فيعني حتى الحاجات دي ما عنديش مانع انها ممكن تبقى وممكن تبقى لا، لكن كان المباراه كانت بتلعب بدون وجود حكام فار امبارح الحقيقه. هو يعني انا كنت قاعد مع الزملاء في الملعب بالامس، وكان جنبي يعني الزميل فاروق صلاح زميلنا في قناه الاهلي، قلت له انا ما بسترعش الحكم ده خالص، حتى لما حكم لنا مباراه بيراميدز والاهلي كسب 3 كان الراجل برده في تحامل واضح على النادي الاهلي في كرات عديده واخطاء كثيره جدا وانذارات. فيعني انا شفت الراجل امبارح زي ما انت كده بتقول يا استاذ احمد، الراجل متحامل عليه. أيوة. يعني متحامل وباين قوي، يعني مش عارف ليه بحس ان البطوله دي هي اوريدي متصنفه من قبل ما تبدا. يعني المركز الاول يبقى اوروبا او امريكا الجنوبيه. هو بص عشان نبقى منطقيين، هو السيتي كده كده هيهرس فلومينينزي، يعني انا بقولها لك اهو، النهارده السيتي هيسحق اوراوا ريدز، ومن بعده هيسحق الفوارق كبيره جدا. مش محتاج انك انت ترتب حاجه، لكن فكره انه يبقى في تحامل من حكم في بطوله بحجم كاس العالم للانديه، وخصوصا لما يبقى حكم ليه اسم بالظبط كده، حكم من حكام الصفوه يعني زي ما بيقولوا، دي الحقيقه كانت مستفزه جدا بالنسبه لي. ما عنديش مانع ان انا اخسر كوره، لكنه حتى في اللعبات البسيطه او الاحتكاكات البسيطه والفاولات، انفعالاته مع لعيبه الاهلي كانت مختلفه تماما عن انفعالاته مع فريق فلومينينزي. على كل الاحوال انا كنت هكلمك فيها دي برضو والله، نتمنى ان شاء الله خير، والامل باذن الله موجود. برونزيه اعتقد هتبقى تعويض للعيبه وللجهاز الفني. كنت ببدا الحلقه بقول انه الاهلي مع كولر في كاس العالم، انا في ظني، مش عارف تتفق معايا ولا هتختلف في ده، افضل نسخه للاهلي على مدار مشوار 9 بطولات، سواء النسخه الاخيره او اللي فاتت يعني، او النسخه دي. عروض ولا اروع، مستويات كبيره في مواجهه الكبار، شخصيه الاهلي ظهرت بشكل حلو جدا مع مارسيل كولر في بطوله كاس العالم للانديه. انا عايز بس تعقيب سريع يا استاذ، معلش مش هعطلك. اتفضل. عايز اقول لجماهير النادي الاهلي ما تزعلوش، انت يعني دلوقتي الفريق عشان ما صعدش فاينل كاس العالم في حاله حزن او في حاله زعل. أيه. يعني مظبوط، احنا وصلنا بعقليه جماهير النادي الاهلي كمستوى اداري او كمستوى فريق او كمستوى جهاز فني، ان احنا لما بنوصلش في فاينل كاس عالم الناس بتزعل وبتبقى حزينه ان فريقها مش بيلعب فاينل كاس العالم قدام مانشستر سيتي يعني لو صعد. وده ان ده اللي بيدل على فارق العقليه او فارق التفكير او فارق الاداره او حاجات كثيره جدا بناها النادي الاهلي ورسخها. صحيح. عند جماهيره. الفوارق في النادي الاهلي لا تحتاج الى مقارنات يا ابو علي. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه، حمد لله على السلامه، وترجع لنا بالف سلامه طبعا الزميل العزيز والناقد الرياضي محمد ابو علي. دي كانت اخبار الفريق.